ظهر مصطلح لعنة الفراعنة في بدايات القرن العشرين، وخاصة بعد اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك بسبب حدوث مجموعة من الحوادث الغريبة والغامضة التي تلت اكتشاف تلك المقبرة. في الحقيقة لا يوجد أي تعريف أو ذكر علمي لهذا المصطلح في الأبحاث، ولكن تم إطلاقه على الحوادث الغريبة والغامضة التي تحدث بعد اكتشاف المومياوات أو التعامل معها. أما عن تلك الحوادث التي أكدت من أسطورة لعنة الفراعنة، فهي حالات الوفاة التي تبعت فتح مقبرة الملك توت عنخ آمون، وأهمها وفاة اللورد كارنافون الذي كان يمول بعثة استكشاف المقبرة. والذي حدث أنه بعد اكتشاف المقبرة لدغت اللورد كارنافون بعوضه، ثم جرح هو في مكان اللدغة عندما كان يحلق ذقنه، مما تسبب في إصابته بتسمم في الدم، وأدى ذلك إلى إصابته بحمى شديدة أدت إلى وفاته. وبعد ذلك مات والده من الحزن عليه، وأثناء تشييع جنازته دهس الحصان الذي كان يحمل النعش طفلا صغيرا وقتله. أما الحادثة التي حدثت مع هوارد كارتر مكتشف المقبرة، هي أنه كان يحتفظ بعصفور كناريا في قفص في منزله، ويوم تم كسر قفل المقبرة تسللت أفعى من نوع الكوبرا، وهو نوع الأفعى الذي كان يحمي مقبرة الملك، والتهمت هذه الأفعى عصفور الكناريا. وعندما عاد هوارد كارتر وجد أن الأفعى جالسة في القفص بدلا من العصفور. ويقال أيضا أن عند كسر ختم المقبرة لوحظ أن هناك صقرا يحلق فوق المقبرة، والصقر كان من الطيور المقدسة عند الفراعنة، وكان يعتقد أن الإله حورس الذي يتجسد في جسد الملك عبارة عن صقر. ويقال أيضا أن عددا كبيرا من العمال الذين كانوا متواجدين أثناء فتح المقبرة قد توفوا بسبب حمى غامضة. ولم ترتبط أساطير لعنة الفراعنة بمقبرة توت عنخ آمون فقط، ولكن ترددت الكثير من الخرافات والحكايات حول تلك اللعنة، وكان أكثرها جذبا للانتباه هي حادثة تتعلق بصبي كان مريضا وكان يحب مصر القديمة. ثم حدث ذات يوم أن ذهب هذا الصبي إلى المتحف المصري، وكان يحدق بشدة في عيني مومياء الملك أحمس الأول، ثم حدثت معجزة شفت هذا الصبي، وبعدها أصبح هذا الفتى قادرا على قراءة كل شيء يجده في الآثار المصرية القديمة، خاصة الآثار المرتبطة بفترة الهكسوس. والأساطير التي تتحدث عن لعنة الفراعنة لا تعد ولا تحصى، ولكن كما ذكرنا سابقا لا يوجد أي إثبات علمي لتلك اللعنة. أما التفسير العلمي الذي صاحب تلك الظاهرة هو انحباس الغازات في داخل المقبرة بسبب غلقها لآلاف السنوات، ووجدت في بعض المقابر آثار لفطريات لم يثبت بعد ما إذا كان القدماء هم من يزرعون تلك الفطريات بهدف حماية المقبرة، أو إذا كان غلق المقبرة لفترات طويلة هو ما يكون تلك الفطريات. أما سبب ارتباط تلك اللعنة بمقبرة توت عنخ آمون على وجه الخصوص فله عدة أسباب، أهمها أن مقبرة توت عنخ آمون لم تمس أبدا قبل أن يستكشفها هوارد كارتر، ما يعني أنها كانت مغلقة لأكثر من 3000 عام. والسبب الثاني هو أنه لم تكن رموز الهيروغليفية قد تم تفسيرها قبل نهايات القرن 19، وبالتالي لم يكن أحد قادرا على قراءة التعاويذ المكتوبة على جدران المقابر، وهي العبارات التي تسببت في بث الرعب في قلوب مستكشفي المقابر، مثل التعويذة التي كانت مكتوبة على جدران مقبرة توت عنخ آمون، والتي تقول: سيذبح الموت بجناحيه كل من يحاول أن يبدد أمن وسلام مرقد الفراعنة.